في اشياء كثير بالسيارات حتصير يعني مثلا تتوقعيها. يعني حاعطيكي مثال بسيط، ادينا مثال، حاعطيكي مثال بسيط. المفروض يعني مثلا حبيتي تبقي بالبيت بدل ما توصلي الاولاد على المدرسه بكره، اوكي، تبعتيهم بالسياره على المدرسه لوحدهم. القياده الذاتيه احنا نتكلم. ايه هلا بس مش بس هيك، يعني السياره ذكيه لدرجه حتامن على الاولاد يوصلوا على المدرسه وبعدين ترجع. في اشياء ثانيه اكثر بكثير من هيك المتوقع. هذا اللي نبغاه، احنا نبغى شيء يسهل حياتنا اكثر 100%. ايش غيره؟ شو بدنا اللي غيره كمان؟ يعني هذا شيء من اهم الاشياء، انه السياره قياده ذاتيه مو بس كذا بنعتمد عليها، يعني انه سيفتي، بتروح وبترجع مره ثانيه. هلا انا حالك شيء بالنهايه للتشات جي بي تي لنعتبر هو كانه افترضنا شخص، اوكي، ما تنسي انه انت عندك مساعد شخصي موجود معك يوميا 24/24 ذكي جدا وعنده معلومات عامه وعفوا بيطول باله علينا قد ما بدك، فبتعتمدي عليه بكثير اشياء. فهذا الشيء كله حولوه على السيارات وبكره حيصير هسه اكثر بكثير. مثل اللي جاي كمان بعد هول الدرون، بتعرفي الدرون اللي هي الطيارات الالكتريك كمان حتصير، يعني هي التكاسي الطائره يعني 100% موجوده الان لكن بشكل محدود، يعني في نطاق تجربه قريبا جدا حتصير متوفره حتى كمان كتاكسي هون. بالضبط يعني، وهذا الشيء اللي راح نشوفه يمكن قريبا جدا، يعني التطور السريع في الذكاء الاصطناعي ودخوله مجال السيارات.